قطاع البرامج عشان اللي بيسمعنا دلوقتي من اول سن كام بقى؟ احنا بادئين السنه دي يمكن بقى لنا سنتين ما عملناش اختبارات. كورونا وكان النادي الاهلي متوقف. بالظبط كده. احنا السنه دي اول حاجه عملنا التحضير 2015 و2014 ودول لسه ما لهمش مسابقه. لا ما لهمش مسابقات. بس ال 14 ممكن يتقيد مع ال 2013 ويلعب، لكن ال 15 ما بيلعبش. فاحنا ابتدينا الحمد لله السنه دي ابتدينا نجهز المرحله دي، وهي مرحله مهمه جدا. لان انا عندي قناعه ان الفتره قليله جدا بين الاختبارات وبين المسابقات. يعني انا لو انا اختبرت مثلا في شهر 6 او شهر 7 المسابقات عندي شهر 10 11، فالسن الصغير مش هيلحق يتعلم كتير. يمكن انا قبل ما امشي واسيب النادي كنت عامل برضه مرحله التاسيس دي، كنت بحضر الاولاد قبلها بسنه وسنتين. دي اما يبقى الولد تحت عيني سنه حتى لو اجيبه كل اسبوعين مره. دلوقتي احنا عاملين حاجه كويسه، بنجيب الاولاد 3 ايام في الاسبوع. ممتاز. فعشان يبقى تحت عينينا، عشان الولد ما يبقاش عنده حته الرهبه زي ما حضرتك عارف. رايح النادي الاهلي ماتشات مثلا، اللي جاي من الاكاديميه تلاقي نفسه من الاكاديميه دخل في مرحله مسابقات، دخل النادي الاهلي. فالحاجات دي كلها بنخلي الولد يبقى عنده شخصيه النادي الاهلي. بيمر بتجربه ناجحه بالنسبه للمدربين، بيتغير عليه كم مدرب. احنا عايزين نعمل مش السمه الشخصيه للاعيبه عندنا النادي الاهلي، فاحنا بندور على الجزئيه دي، مهمه جدا بالنسبه لنا. ازاي تعمل لعيب كوره، وازاي يبقى لعيب الكوره ده شخصيه النادي الاهلي. ده انت بتكلمني دلوقتي يا كابتن تامر، قلت لي تغيير المدربين. هل تغيير المدربين دي حاجه مطلوبه في قطاع البراعم في السن التعليمي، ولا النهارده ثبت مدرب للولد؟ يمكن التحضيريه مش محتاجه مدرب معاه سنه او سنتين يحضر الولد. المهم جدا الحته السيكولوجي في السن الصغير، ان الولد يبقى جاي حابب المدرب. فلو حب المدرب هيحب التدريب. هيبدا يتعلم. بالظبط كده. فانت المدربين بتدور على السمات اللي تنفع المرحله السنيه دي. فعشان تجيبهم دي مساله صعبه شويه، لان مش كل مدرب يعرف يشتغل مع البرام، او مش كل مدرب عايز يشتغل مع السن الصغير. عنده الملكه دي. طبعا هي قدرات. فمهم جدا تسكين المدربين في الحاجات دي. ان ده نجاح كبير جدا، اللي انت تخلي الولد اولا يبقى حابب ان هو يجي التمرين. كويس. زائد ان انت بتدي له برامج عشان يشتغل عليها. وزي ما حضرتك عارف طبعا مستر مايكل معانا عامل لنا برضه وحده تربيه، على طول ورش عمل على طول، ومحاضرات كتيره جدا بصراحه. وطبعا الكابتن خالد زي ما حضرتك شفت عاملين قطاع محترم. وانا لما جيت سنتين لقيت الدنيا اختلفت كملاعب ومباني واوض لبس وحتى اوض مدربين. احنا في اوروبا، يعني احنا في اوروبا يمكن النادي الاهلي موفر كل شيء، كل حاجه. فطبعا ده مجهود كبير جدا نشكر عليه طبعا الكابتن خالد. ونتمنى التوفيق، وان شاء الله السنه دي تبقى سنه جميله باذن الله لينا والقطاع باذن الله ان شاء الله. انت قلت لي 2005 2015 و14 سن تحضيري. تمام. بعد كده بقى الاعمار السنيه بقيه القطاع البراعم عندنا 13 و12. 13 هيلعب مسابقه السنه دي. هيلعب مسابقه ان شاء الله. وال12 وال11 وال9 لغايه التسعه. احنا اخرنا التسعه. التسعه من شغالين بقى لكم فتره على 2013 ومصر كلها شغاله خمسه وجول. أيوة. والموضوع ده موجود بقاله سنين. بالظبط كده. مفيش من اسبوع نزلت لائحه جديده اتحاد الكره بعتها للمناطق سبع جون. شايف التغير دوت وناس شغاله والولاد حفظت الملاعب ومساحه الملعب وكل الكلام ده؟ ما هي دي يا كابتن اسامه مشكله في حته التنظيم. انت عايز تعمل سيستم زي ده، يبقى من بدايه الموسم يبقى اللوائح دي رايحه للانديه. السنه دي الموسم مثلا 2013 هتلعب سبع جون، هتلعب خمسه جون. لازم تبقى عندك داتا من قبل الموسم، مش هيجي قبل البطوله مثلا، البطوله الشهر الجاي. ده انا المفروض بحط الخمس سنين قدام. بالظبط كده، لكن احنا متاخرين جدا في الجزئيه دي. ما ينفعش انت تفاجئ مدرب ان هو يغير من خمسه يلعب سبعه. زائد ان مساحه الملعب كبيره جدا على الاولاد. معدلات جري كتيره جدا، يعني ممكن تلاقي ولد يجري لغايه اخر الملعب مش هيرجع. لا، فالموضوع صعب جدا. موحدين كمان يا كابتن تامر 2013 و2012 و11 نفس المساحه وسبعه جول. ما هو دي صعبه. يعني انا بالنسبه لي او انا مثلا كمسؤول في النادي الاهلي وبقى لي فتره في حته البراعم، انا شايف الموضوع ده هيبقى صعب جدا على الاولاد، صعب جدا. مساحات الجري كبيره عليهم جدا. زائد ان المدرب دلوقتي قدامه مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع وتلاقي مسابقه. فدي يعني انا شايف ان الموضوع ده مش هينجح، يعني مش يعني ممكن يرجعوا فيه تاني ويرجعوا الخمسه وجول تاني. اتمنى كده. اتمنى كده ان زي ما قلنا المساحه كبيره على الاولاد. طمنا السنه دي الاختبارات لما النادي الاهلي عملها طلعنا ب طلعنا لعيبه كويسه. لا في لعيبه كويسه بالذات السن الصغير في البراعم. ويمكن دي حاجه كويسه ان احنا عملنا
الاختبارات الاعمار السنيه الصغيره، وهو ده المطلوب، ان انت بتجيب لعيب كويس صغير بتبتدي معاه من بدري. اللعيب الكبير بياخد وقت، ويمكن المساحه بقت كبيره جدا ان انت تعرف تختار البراعم عشان الاكاديميات كترت. ويمكن اكاديميتنا النادي الاهلي بناخد لعيبه كتير جدا من الاكاديميه. يعني انا لما كنت ماسك من حوالي 6 7 سنين فرقه 2007 اللي خدت البطوله، كنت مطلع حوالي 12 لعيبه او 13 لعيب، ومنهم بيلعبوا لغايه دلوقتي اساسيين. وال 2008 مطلع برضه مجموعه كبيره جدا منها، زي ما حضرتك كنت بتعمل لقاءات وكان بيقولوا لك ان الكابتن تامر جاب. فكنا اول حاجه بنبص لها عندنا الاكاديميه. بس